أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل واعتدى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، عنوان هذه الكلمة ثمرات الصلاة. أتناول هذا الموضوع في عجالة في ثلاث نقاط، الأولى والثانية نقطتان جزئيتان، والثالثة هي النقطة المحورية. أما النقطة الأولى فهي مكانة الصلاة في الإسلام. تعرفون رحمكم الله كيف أن مكانة الصلاة في دين الله هي مكانة رفيعة، إذ هي في الحقيقة أول قواعد الإسلام، باعتبار أن قواعد الإسلام خمس، والأول منها هو الشهادة. الشهادة ليست قاعدة للإسلام فقط، بل هي مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة كذلك. وعلى هذا الأساس فإن أول قواعد الإسلام هو الصلاة، وفي نفس الوقت هي عمود الدين، هي بالنسبة للدين بمثابة العمود للخيمة، بمعنى أن من هدم الصلاة فقد هدم الدين، ومن بنى الصلاة فقد بنى الدين. وبالإضافة إلى ذلك، فالصلاة أفضل العبادات. ومن أكبر دلائل هذا ارتباطها بالطهارة. كما تعرفون، يستطيع المسلم أن يصوم بدون طهارة، ويستطيع أن يزكي بدون طهارة، ويستطيع أن يؤدي كثيرا من أفعال الحج بدون طهارة، ولكنه لا تقبل منه الصلاة إلا مع الطهارة. وهذا من أعظم الدلائل على مكانة هذه العبادة، وأنها أفضل عبادة في دين الإسلام. ثم إن الصلاة صلة بين العبد وربه، توفر لك الجو وتفتح لك الفرصة لتتحدث إلى الله، ويتحدث لك الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا: من أراد أن يناجي ربه فليدخل في الصلاة، ومن أراد أن يناجيه الله فليقرأ القرآن. في قراءة القرآن تناجي الله، في قراءة القرآن يناجيك الله سبحانه وتعالى، يتحدث إليك، يأمرك، ينهاك، يربيك، يعظك. ومن خلال الصلاة تناجي الله سبحانه وتعالى، تحدثه، تقول له: اهدنا الصراط المستقيم، تقول له: سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى، التحيات لله، اللهم صل على سيدنا محمد، وتقرأ القرآن. وبالتالي فهذه الصلة الوثيقة بينك وبين ربك العزيز الخالق الجبار الغفار المقتدر توفرها لك الصلاة. النقطة الجزئية الثانية تفريط وتقصير. تعرفون وتقرؤون وتسمعون من الفقهاء كيف أن السلف كانوا يقدسون الصلاة، ويعتدون بها اعتدادا لا مثيل له،
بحيث أنه لا يتصور عند السلف أن يعرفوا أو يجالسوا أو يآكلوا إنسانا لا يؤدي الصلاة، ولا يتصور عندهم أن يكون في بيوتهم أناس لا يصلون. ونحن للأسف الشديد ابتلينا في هذا الزمان أن كثيرا من المسلمين فرطوا في الصلاة، وهذا الأمر يصدق على الكبار كما يصدق على الصغار سواء بسواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا أدري كيف يستسغ هذا للناس وهم يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، يقصد الكفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كيف يفهمون هذا وكيف يستسيغون أن يسمعوه ويفهموه ويعوه ولا يؤدون حق الله في الصلاة؟ وفي الحقيقة المؤكدة أن الإنسان الذي لا يسجد لله لا خير فيه، إذ أن الذي لا خير فيه لربه لا يمكن أن يكون فيه بالأولى الخير للناس. ولذلك نحتاج إلى أن نعي هذا وأن نعود إلى الله وأن نامر أهلينا وقومنا وجيراننا وأصدقاءنا بالصلاة، انطلاقا من قوله تعالى: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. النقطة الثالثة وهي المحورية: ثمرات الصلاة. تعرفون أن الإسلام هو دين عملي لا يهتم كثيرا بكلام ليس تحته عمل، والعبادات في الإسلام هي عبادات عملية فيها ممارسات، فيها أقوال، حركات، أفعال إلى آخره، فلكل عبادة ثمرات. ولا قيمة للزرع لا ثمرة له، وليست الصلاة بدعا من ذلك، فهي أيضا ذات ثمرات يانعة ناضجة رفيعة. متى تؤدي الصلاة هذه الثمرات؟ إذا تحقق فيها الإتقان. رحم الله من صنع عملا فأتقنه. والعنصر المحوري في إتقان الصلاة هو الخشوع، وكل الأمور الأخرى تصب فيه، وبدونه تفقد الصلاة روحها وتفقد ثمرتها. يقول الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إن الرجل ليصلي 60 صلاة ولا تقبل منه صلاة. تصوروا 60 سنة وهو يجتهد يصلي بالليل وبالنهار في الصباح وفي المساء ولكن لا تقبل صلاته. قالوا له: كيف؟ قال: لأنه لا يتقن ولا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا خشوعها. وبالتالي الصلاة لها ثمرات، لا تعطي ثمراتها إلا بالإتقان، ولا
نحن نتحدث الآن سريعا على بعض ثمرات الصلاة. أولها أن الصلاة تحقق التوازن لصاحبها، بمعنى بفضلها، ببركتها، بممارستها، بإتقانها، يكون إنسانا سويا، إنسانا متوازنا. ويضرب العلماء هنا مثلا لكل صنعة تعرض على صانعها وهو أعلم بها، والإنسان صلعة الله وهو الأعلم به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وذلك هذا الإنسان، هذه الصنعة لله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان يعرض على ربه 5 مرات في اليوم، عند أدائه لصلاة الصبح، عند أدائه لصلاة الظهر، عند أدائه للعصر، عند أدائه للمغرب، عند أدائه للعشاء. ومن خلال هذا العرض على الله يتحقق التوازن، لأن الإنسان عندما يخالط الخلائق ويتسابق معهم على الدنيا تقع فيه اختلالات. فعندما يعرض على الله أثناء أدائه للصلاة تصلح تلك الاختلالات ويعود مرة أخرى إنسانا سويا، وكلما أتعبت الدنيا يعود إلى الله يصلي ويقرأ القرآن ويدعو فتصلح اختلالاته، وهكذا دائما. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر واستعينوا كذلك بالصلاة لتعرفوا ربكم، لينصلح حالكم، لتعيشوا أسوياء متوازنين مؤمنين. الثمرة الثانية الراحة والطمأنينة. الراحة الحقيقية في الصلاة، والطمأنينية الحقة أيضا في الصلاة. ولذلك ورد في الحديث الذي أخرجه أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما يحضر وقت الصلاة، وقت أذانها، قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. يجد فيها الإنسان، يجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم الراحة والطمأنينة. ورد أيضا في الحديث الذي أخرجه النسائي من ضمن كلام طويل قول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. يجد الإنسان ضالته، يجد رغبته، يجد فرحه وطمأنينته عندما يدخل في الصلاة. الثمرة الثالثة أن الصلاة نور، كما ورد أيضا من ضمن حديث طويل خرجه الإمام مسلم، والصلاة نور. وفي حديث ابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضمن كلام، من ضمن حديث، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فالصلاة نور في الدنيا، ونور في القبر، ونور في يوم القيامة ويوم العرض على الله سبحانه وتعالى. من ثمرات الصلاة كذلك تفريج الكربات. الإنسان في دنيا الله سبحانه وتعالى معرض لكثير من الكربات وكثير من النكبات وكثير من الأقدار المؤلمة، والذي يفرج ذلك هو اللجوء إلى الله لما في ذلك
من الخضوع والتذلل والدعاء أمام رب العزة جل وعلا. ولذلك ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، وفي رواية إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. خامسا من ثمرات الصلاة كذلك أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الإمام الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما الصلاة هي التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر، فإن لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فإنك لست تصلي. هكذا، فإنك لست تصلي، يعني صلاتك لاغية، صلاتك لا فائدة فيها. ورد في بعض الآثار: من لم تنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. نسأل الله السلامة والعافية. الثمرة السادسة: غفران الذنوب. فبالصلاة تتساقط ذنوبنا ويغفرها الله لنا. وتعرفون حديث الإمام مسلم الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر يمر بباب أحدكم يغتسل فيه من ضرنه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. كما تعرفون أيضا الحديث الذي هو من صحيح الترغيب والترهيب عن المسعود رضي الله عنه وأرضاه: تحترقون إلى آخر الحديث. ومعانيه أن الإنسان يحترق بالذنوب وبالفواجع وبالمشاكل، ثم يأتي فيصلي الصبح فينطفئ، ثم يحترق مرة أخرى ويصلي الظهر فيطفئ، وهكذا إلى أن يصلي العشاء قال: ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. الثمرة السابعة: أن الصلاة حصن حصين تجعلك في ملاذ الله، تجعلك في حفظ الله سبحانه وتعالى. وإن ركز الحديث الذي خرجه الإمام مسلم على صلاة الصبح فإن الأمر يشمل بقية الصلوات إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، ومن كان في ذمة الله حاشا أن يناله سوء أو مكروه إلا بإذن الله وبأمر الله. الثمرة الثامنة: أن الصلاة إن شاء الله وبإذن الله سبب لدخول الجنة. ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود ومن ضمن كلام طويل، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: أن من التزم الصلاة وحرص عليها وأدها في أوقاتها وبخشوعها وبكافة شروطها كان عند الله عهد أن يدخله الجنة، كان عند الله عهد أن يدخله الجنة. إذن هذا عهد الله، فإذا وفيت بعهدك
وفى الله سبحانه وتعالى لك بعهده، إلى غيرها من الثمرات الكثيرة التي لا يسمح الوقت إلا بما تقدم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا به، وأن يعيننا على تطبيقه، وأن يصلح حالنا مع الصلاة ومع دين الله بصفة عامة، وأن يعتق رقابنا من النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.